شفاء من ايه؟ شفاء من العادات اللي بتستعبدنا، او شفاء من افكار صعبة وافكار الماضي، او امراض روحية مستعصية ومطولة زي القلق والاكتئاب والخوف، اي عادات غير مقدسة، واي حاجات بتحكم حركة الإنسان وحرية الإنسان في علاقته مع ربنا وفي الحياة عموما. وكل حاجة تاخد قلق الإنسان يعني تدي الإنسان قلق وتاخد سلامه، هي دي الأمراض الروحية اللي احنا قلنا يعني عايزين نشوف ازاي ربنا عايزنا ننتصر عليها. الأسبوع اللي فات خدنا التطويبة الأولى اللي هي طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، عندكم في الهاند أوت دي بتاعت الأسبوع اللي فات، دي أول تطويبة. وعرفنا مبدأ روحي مهم اللي احنا كاتبينه دوت، ان انا بقر بعجزي عن التحكم في ميول الانسان للخطية والشر، لدرجة الانسان ما بيقدرش يتحكم في حياته، ولو كان بيقدر يتحكم كان غير حاجات كتير. يبقى الموضوع محتاج الى نعمة ربنا ومساعدة، وعشان الواحد يطلب معونة ربنا والنعمة محتاج ان هو يتضع ويقول ويعترف باحتياجه للآخرين. واتكلمنا عن أهمية اعتراف الواحد بمشاكله وبأخطائه وبعاداته، لأن لو الإنسان ما أقرش بيها يبقى هيصلح إيه؟ مش ممكن أصلح حاجة أنا مش معترف أنها موجودة ومش معترف أنها مشكلة. زي اللي عايز مثلا يبطل إدمان السجاير والقهوة، إما كانش يعترف أن دي مشكلة عمره ما هيبطلها، ما كانش يقول ان دي حاجة انا محتاج اتخلص منها عمره ما هيبطلها. هي دي الفكرة. ممكن يقول دي حاجة غلط، بس يعني مش غلط قوي، مش وحش قوي، ما زي بقية الناس، ما كله بيعمل كده، ما في ناس اوحش من كده، يبقى ده لسه مش معترف بالمشكلة ومش معترف بالضعف زي ما احنا بنقول. اللي بيفكر يبطل حاجة زي كده، ادمان او عادة سيئة، دايما بيفكر فيها من ناحية المشاكل بتاعتها، الصداع اللي هيجي للواحد، الوقت الصعب اللي هيبتديه، ولكن مش بيفكر بيها بطريقة تانية ربنا عايز الإنسان يشوفها، إن هو كأنه إحساس واحد طالع من السجن. أيوة في الألم وفي الوقت الصعب وفي وقت الصداع وفي وقت الحاجات دي كلها، ولكن الإنسان أول ما بيخلص من عادة سيئة في حياته بالضبط كده زي ما إنسان يكون طالع من السجن. طبعا 100% مننا ما اختبرش الإحساس دوت، بس هو إحساس كويس قوي. يعني عايز أكد لكم إن اللي بيبقى طالع من السجن دوت بيبقى إحساس غير عادي. طبعا إحنا ما بنحسش بالناس المسجونين عشان مش بنشوفهم مش بنزورهم، بس اللي بيبقى في السجن دوت احساس صعب جدا 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 وقاتل. هكذا احساس كل انسان برضو يعني تحت الخطية وتحت العادات السيئة والمخاصم واللي تعبان واللي زعلان، وكل الحاجات ديت هي برضو امراض روحية، وكلها بتخلي الانسان عبد لهذا الشيء، عبد لهذا الشيء. عشان كده الآية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي بتقول إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون إيه؟ أحرارا. ما كانش المسيح هو اللي يعطي الحرية للإنسان، مش الواحد يقول أنا حر أنا كويس، لا، أما ربنا يقول لي امضي بسلام، اذهب بسلام، إيمانك خلصك، زي ما قال للمرأة الخطية. يبقى كان الاختيار الأولاني هو اختيار الواقعية، الإنسان يعترف بالواقع ويعترف بمشكلته ويعترف إن عنده مشاكل في حياته، لان لو انسان ما اعترفش بمشاكله يبقى عمر ما في اي حاجه هتتصلح ولا في حاجه تتغير. الاختيار الثاني والتطويبه الثانيه اللي احنا هنتكلم عنها هي اختيار الرجاء. الرجاء يعني ايه؟ المره اللي فاتت قلنا انا غير قادر ان انا اعمل على اي شيء، المره دي الله قادر يفعل كل شيء، اللي هو الايمان الجادي ان الله موجود وان امري يهمه. أؤمن أن الله موجود وأن أمري يهمه ولديه القدرة على مساعدتي لكي أتغير. الجماعة في الباب شفيق، بس عايز المونيتور اللي ورا ده حد يولعه عشان أشوف.
أنا مش هقدر، ولكن ربنا يقدر وربنا عايز. التطويبة اللي احنا ندرسها النهاردة اللي هي طوبة للحزانة لأنهم إيه؟ يتعزون. خلي بالكم المرة اللي فاتت كانت الكلام صعب. طوبة للمساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت. مساكين بالروح يعني فقراء في الروح، فقراء في الروح ما عندهمش روحيات خالص. مباركين هم الإنسان الفقراء ما عندهمش روح خالص، ولا اللي بيعترفوا ان انا ايه الاتضاع، ان انا ما عنديش ومش هينفع ما يكون عندي اما كانش ربنا يديني. المره دي التطويبه ديت اللي هي طوبى للحزانه الان لانهم يتعزون، طوبى للحزانه لانهم يتعزون. ومنها يتضح ان طريق التعزيه هو طريق الايه، طريق التعزيه هو طريق الحزن. طوبى للحزانة لأنهم إيه؟ يتعزوا. يعني اللي عايز تعزية، اللي عايز فرح، لازم يعدي بشوية إيه؟ حزن. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يا بخته اللي ما يخافش من الألم ومن الحزن عشان يبقى عارف إن ده طريق، طريق الفرح. ليه بقى بيقول كده؟ لأن كل واحد فينا بيحاول يهرب من الألم بأي شكل ممكن. أكتر حاجة بتخلي الإنسان مش عايز يتغير خوفه من الألم. فكده ما قلت لك واحد خايف يبطل القهوة والسجاير، خايف من الإيه؟ من الصداع. والكلام ده حقيقي مش جد. أنا في مرة كده لقيت بشرب قهوة كتير فقلت إيه؟ لا الموضوع ده هبطل القهوة أسبوع. قعدت أسبوع كامل صداع مستمر ما بيخلصش. وإيه يعني مش بشرب قهوة كتير، يعني كوبايتين ثلاثة في اليوم حاجة زي كده يعني. فبرضو كل واحد بيخاف من الألم، هيحصل إيه؟ هتألم إزاي؟ أكيد الموضوع دوت لو أنا هبطله أكيد هيحصل حاجة. خاف من الألم، يتحاول يتفادى الاعتراف بالخطأ لألا يتعامل مع النتائج. ولكن ربنا بيوعدنا هنا بطريقة التعزية، ولكن نفتح الجرح وهو هيعزينا. احنا بنحاول نعزي نفسنا ونصبر نفسنا. او الانسان مثلا لما بيبقى متضايق مكتئب وزهقان من نفسه بيبقى فيه طرق بيفرج فيها على نفسه. ايه هي الطرق بتاعتنا؟ الانسان لما يحب يفرج على نفسه يعمل ايه؟ تختلف من واحد للتاني. في واحد بالشرب يشرب يقول لك عشان انسى، او المخدرات. في حاجة برضو زي الشرب والمخدرات كده اسمها الشوبينج برضو بتنسي الواحد همه. بعض الناس يعني ما كل واحد ليه طريقة معينة. في حد كده صحيح، أنا بتكلم ده كلام صحيح يعني كلام علمي، في spending is one of the ways to gratify يعني، وبالذات اللي معهوش فلوس يعني، اللي معهوش فلوس بيتمتع بها أكتر. أما يروح ويصرف كده مبلغ مش معاه بالكريدت كارد يحس ان هو انبسط لغاية ما طبعا البيل تجي له على البيت. او الـ الانسان يحب مثلا اللي يلجأ للكمبيوتر واللي يلجأ للبورنوغرافي ويعيش في عالم تاني خالص علشان ايه؟ ينسى ويعيش في عالم تاني. في ناس بتعيش في علاقات وهمية، تشاتنج وحاجات على التليفون وحاجات زي كده. ايه اللي بيحصل؟ بيرفه عن نفسه. في واحد بيرفه عن نفسه بالتلفزيون، او كتير بيرفعوا عن نفسهم بالتلفزيون. عايز ينسى، جاز مش بيشرب، مش بتاع شوبينج، مش بتاع الحاجات ديت، يقول لك لو اتفرجت على فيلمين ثلاثه ورا بعض هنسى كل حاجه، هنسى اسمي. ويتفرج. في حد ممكن يقعد قدام التلفزيون يجي يحط فيلم ورا الثاني ورا الثالث 7-8-10 ساعات. ده بيفرج عن نفسه، ما هو حاسس متضايق والسلام بتاعه متشال. في ناس تحب الغم، الغم يعني ايه؟ يعني يقعد مع نفسه كده هوت، او غالبا تقعد مع نفسها يعني كده او كده، ويقعد بقى ايه يتامل في كل المشاكل والمصايب اللي حصلت في حياته من ساعه ما اتولد، وقد ايه حياته يعني حياه صعبه قوي. تبتدي يصعب عليه نفسه كده او تصعب عليها نفسها. ده برضو نوع بيدي برضو، في ناس بتستمتع بحاجة زي كده. أو الغضب،
الغضب عمره ما كان الخطيه الاساسيه، انما دايما بيبقى ورا الغضب حاجه. ذوق الانسان للغضب، يحس ان هو لو اتنرفز في حد، لو زعق في حد، يعني تبقى مستنيه ان حد يجي عشان تطلع فيه كل حاجه، فتقوم الواحد يستريح. هو مش بيستريح بعد كده، بس هي تكون استريحت خلاص. او الاكل، حد يطلع همه في الايه؟ جديد الموضوع ديت ولا انا بس، ولا في ناس برضو بتطلع همها في الاكل؟ فالواحد برضو بيطلع همه في الاكل، او اللي بيطلع همه في الشغل. حاجات كتيره قوي الواحد بس بيذكر حاجات. كل الحاجات دي تعني ان الانسان ايه؟ انسان مش بيتعالج مع مشاكله بطريقه صحيحه. دي كلها نلخصها في حاجه واحده بس، كلمه ممكن تكتبوها عندكم في الاوتلاين هنا. طرقنا للتعزيه كلها هي الايه؟ هي الهروب. الهروب، انسان عايز يهرب من المشكله، مش عايز يواجهها. عكس بالظبط الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ان الانسان محتاج يفتح الحاجه الوحشه اللي جواه، الحاجه اللي مضايقاه، الحاجه اللي معكساه دي، لازم يفتحها. ليه بقى؟ لان كل الاشياء ديت ما بتسيبنيش مليان، بتسيبني فاضي، بتديني متعه وقتيه بس بتسيب الانسان فاضي، وبتسيب الانسان مستعبد ومرتبط بالموضوع دوت اكتر. مش خلاص بقى فرج عن نفسه بقى كويس، مش محتاج الموضوع ده، لا ده محتاجه اكتر. ولو عمله دلوقتي شويه، المره الجايه تبقى شويتين ويبقى ثلاثه، ويصير الانسان عبد. عشان كده يقول ان لم ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا. في مبدا مهم لازم كلنا نتعلمه، ان السعاده الخارجيه والحسيه، السعادة الخارجية والحسية اللي بتيجي من أكل، من شرب، من شوبينج، من 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 متعة جسدية أو متعة خارجية، لا يمكن أن تسعد النفس من جوه داخل الإنسان. ما تقدرش، ما يقدرش اللي بره يسعد اللي جوه. ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. لا يمكن كل المتعة والحاجات بتاعة الجسد وحاجات الخارج تقدر تصبر الداخل وتفرح الداخل. كل الموضوع الواحد عمال يعالج من بره من بره من بره، ولكن حقيقة الإنسان أو المشكلة كلها بتبقى موجودة من جوه. ممكن الواحد يخدر اللي جوه ده باللي بره، ولكن مش ممكن يعالجه، مش ممكن يعالجه. عشان كده بنتكلم احنا على موضوع ازاي ربنا يدينا العلاج، ازاي ربنا يملأ اللي جوه ده، عشان اللي جوه ده ما يفضلش ضعيف، ويطلب اللي بره دايما، ويطلب العادات السيئة، ويطلب الحاجات اللي بره. ازاي اللي جوه ده يبقى مليان؟ الاختيار اللي احنا عارفينه بتاع النهاردة، او اختيار الرجاء، هو اختيار اكشولي الحزن، او اختيار مواجهة النفس، حتى لو ده كان يبقى محزن للانسان ومؤلم، ولكنه يقود الى الحرية. يعني لو الواحد قعد وفعلا واجه نفسه باللي جوه، وطلع اللي جوه دوت قدام ربنا، هينبسط كتير، وهيعالج اللي جوه، مش هيغلبه، او مش يحاول يغطيه باللي بره. ولكن الانسان بيخاف من الموضوع دوت، بيخاف من الضيق، من ضيق النفس، خاف كده ان هو يزعل نفسه، خاف ان هو يؤلم نفسه. انما المسيح وعدنا وعد جميل، قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. خلاص كده انتهت ولا ايه؟ لا، لكن في ثقوا انا قد غلبت العالم. الضيق ما لازم الانسان هيعدي فيه، بس يا بخته اللي بيختاره، لان اللي بيختاره يبقى بيختار الحريه، وبيختار ان المسيح يغلب العالم. دايما الانسان عايز يختار اي طريق بحيث يبعد عن الألم والحزن والمشاكل ووجع القلب. في طريق؟ حد عرف طريق يبعد عن وجع القلب؟ حد لقى الطريق دوت؟ مش ممكن. لو عملنا الكلام دوت يبقى المسيح كلامه مش صح، أما يقول لنا في العالم سيكون لكم ضيق. دي حقيقة، وممكن ما تكونش الضيقة من بره، ممكن تكون جوه، واللي جوه دي ساعات كتير أو تبقى أصعب من اللي بره. الضيقة النفسية وفقدان السلام، فقدان الرجاء، ده اللي ربنا عايز يشفينا منه. ربنا عايز يعلمنا ازاي نقبل هذه المواقف بشجاعة،
حتى لو كانت مؤلمة، عشان الضيقة دي هتورينا هتودينا للغلبة. الحزن هيبقى طريق التعزية، والصليب هو طريق القيامة. طوبى للحزانة لأنهم إيه؟ يتعزون. طوبى للحزانة لأنهم إيه؟ يتعزون. عايزين إحنا ربنا برجاء نقبل أي موقف ربنا مدهولنا، أي حاجة جوه قلب الواحد، حتى ضعفات الواحد. طريق ربنا بقى للتعزية هو طريق مختلف خالص. طريق ربنا اللي عايز يوريهولنا عشان الإنسان يبقى عنده رجاء وتعزية في وسط آلام ومتاعب والحاجات دي كلها، ثلاث نقط هنقولها. نمرة واحد، أولا أن نصحح رؤيتنا لله. نكتب الحتة دي، نصحح رؤيتنا لله. إزاي بنشوف ربنا؟ أكتر حاجة بتتعبنا في حياتنا الروحية وحياتنا في العالم كلها، أكتر شيء بيأثر على تفكير الإنسان رؤيته لله. ربنا ده شكله إيه؟ مين هو ربنا بالنسبة لي؟ وعايز أقول إن رؤيتنا لله دايما، كلنا رؤيتنا خاطئة بنسبة معينة. في واحد رؤيته خاطئة بنسبة 100%، وفي واحد رؤيته خاطئة بنسبة 90%، وفي واحد رؤيته خاطئة بنسبة 10%. لأن إحنا في السماء هنشوفه إيه؟ هنشوفه بالعيان، وهنعرفه، وهنعرف شخص، هنعرف شخصه وهنتمتع بيه. ولكن في الوقت الحاضر كمان الشيطان بيدينا صورة غير صحيحة عن الله. لو الإنسان شاف ربنا برؤية صحيحة أغلب مشاكله في الحياة تتحل. رؤيتنا لله جت منين؟ رؤيتي أنا لربنا وتخيلي لشخص ربنا جه منين؟ غالبا 90% جه من مدارس الأحد، ويا ويله اللي كان عنده مدرس مدارس أحد وحش أو قاسي أو متعب، يبقى خلاص هو ربنا عامل زي أستاذ فلان ديت، ولا طنط فلانة ديت، ولا تصوني فلانة دي، حاجات مرعبة كده هوت، حسب بقى الواحد. أو أب يصعب إرضائه، يعني اللي يجيب 95% واللي جاب 100% أحسن منك، يعني خلاص جات على 5% دي، طب أنت مش قادر تسيب تشوف 95؟ اللي هو الأب البرفكشنست اللي يصعب إرضائه. اللي عنده أب زي كده ويعيش حياته كلها بيولع صوابعه العشرة شمع عشان يرضي أبوه، طبعا الجيل غير الجيل، يعني دلوقتي الأباء هي اللي بتولع أصابعها مش الولاد. فيبقى الولد بيحاول يعمل كل ما كل قدرته ومفيش أي حاجة عجبه بابا. ده يتخيل ربنا إزاي؟ يصعب إرضائه، روح الكنيسة كل يوم، صلي ما تصليش، هو زعلان على طول زي بابا كده، وغالبا مكشر نفس التكشيرة دي. بيعد الغلطات. وفي مننا يعني مش لازم يكون الأب بالشكل دوت، إنما في ساعات الأباء بيخوفوا الناس من ربنا كده، ربنا زعل منه، أهو شوف أنت علشان عملت الحاجة الغلط أديك وقعتي هوت وحصل فيك. دي معناها إيه؟ معناها بنديهم مبدأ روحي اسمه إن ربك لبالمرصاد، مش في الإنجيل، مش موجود في الإنجيل خالص. يعني تعمل دي على طول تاخد لك العقاب بعدها، مش حقيقي. ممكن يكون كاهن متشدد، أب اعتراف متشدد في الماضي، ممكن حاجات كتيرة قوي. إنما كل واحد فينا بيكون صورة كده، وللأسف اللي بيساعد الصورة دي إن هي تكبر إن الواحد ما عندوش معرفة كافية بـ 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 بالكتاب المقدس وكتب الآباء والتعاليم الصحيحة بتاعت الكنيسة، فتفضل الصورة الغلط ديت، ويبتدي الشيطان يكبرها أكتر وأكتر ويبعد الإنسان عن الله. يعني كتير قوي يبقى واحد مثلا مش عايز يعترف أبدا، تقول له مهما تقول له، وبعدين ترجع كده تلاقي أصل زمان راح مرة الأب اعترف هو صغير في 5 ابتدائي ولا حاجة، وشد ودنه ولا بتاع، ولا ضربه بالصليب، ولا عمل له حاجة، فمتعقد من ساعتها. فطبعا يعني ليه حق.
الإنسان للأسف بيصدق مشاعره وبيكذب الحقائق عن الله، حقائق الإنجيل وحقائق التجسد والخلاص وحب الله وطول إناط الله ورحمته وحبه وتعزيته. الشيطان بقى بيحاول يخفي من الإنسان مبدأ الصليب، لأن الصليب مش بيقول كده. حد ينفع يبص على الصليب ويقول الله قاسي؟ ينفع؟ حد ينفع يبص على الصليب ويقول ربنا واقف لنا على الوحدة؟ مش ممكن. حد يبص على الصليب ويقول ربنا مش حنين؟ لا يمكن. بس الشيطان بيكره الصليب، حبناش نفكر فيه، عايز دايما ايه يبعدني عن الحقائق، حقيقة الصليب وحقيقة الخلاص، ويوريني طب بص، طب انت تعبان ليه؟ طب مش انت صليت؟ مش انت ابتديت دلوقتي تصوم؟ ليه ربنا بيعمل فيك كده؟ ويلعب على مشاعر الانسان ويخليه يفقد الحقيقة. دي حقيقة، دي حقيقة. يقول بصوا الكلام اللي بيقوله بولس الرسول، جبت لكم شوية آيات، دي حقائق حصلت فعلا مش مشاعر. يقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، أحبني وأسلم نفسه إيه؟ لأجل ده ليا أنا، ده الصليب ده حقيقة ليا أنا، هنسى إزاي الحقيقة ديت يعني. ويقول كده في رومية، الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. ما دي حقيقة، حقيقة ربنا حبنا وإحنا كويسين ولا وحشين؟ وإحنا وحشين، ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا، محب للعشارين والخطاه. طب ده مبدأ، دي حقيقة، هسيب كل ده وصدق المشاعر بتاعتي وصدق الباك جراوند بتاعي والكلام اللي لسه كان بيقوله مدرس الأحد زمان، كلامه بيقول لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. في ناس عايشة لغاية دلوقتي فاكرة ان ربنا موجود عشان يدني ويحسب لي ويحط لي الحسنات والسيئات ويوزنهم في الآخر. ما عندناش مبدأ الحسنات والسيئات، مبدأ غير مسيحي للأسف. احنا عشان اتربينا تعلمنا الحاجات دي، ما عندناش مبدأ الحسنات والسيئات. في مبدأ الإيمان العامل بالمحبة، في إيمان المسيح المخلص، الإيمان الحقيقي الذي يعمل أعمال محبة، إنما ما عندناش الحسنات والسيئات والحاجات ديت. الشيطان مش عايز نشوف ربنا بالصورة المحبة ديت، عشان أبعد وأفضل بعيد وأفضل في الظلمة وأفضل زعلان منه وأفضل خايف منه أو أفضل متجنبه. يعني يعني ما بنقرب قوي بنزعل من بعض، انا زعل هو يزعلني، فخلينا كده ايه بعيد لبعيد. الله يكره الخطيه ولكن يحب الخاطئ جدا جدا، لان ابن حقيقي بالمعموديه. ده يعني ده الناس الارض بيكتبوا شهاده، يقول لك اهي ده ابن ربنا، ابن. في حد ما يحبش ابنه مهما حصل من ابنه؟ يترأف على الخاطئ ويصبر عليه كتير جدا. هو ده ربنا لو مش بيترأف على الخطاة، كان في حد مننا يعيش؟ لا يمكن حد كان يعيش كل السنين دي. ما كانش صبر الله غير المحدود، صبر الله وطول أناته غير المحدودة. فاكرين يونان؟ يونان كده قال له كده، هو الآية اللي بعدها بيقول لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة. كان شاطر يونان، قال لك أنا عارف، هيقول لي روح قول لي نينوى هتهلك بعد 40 يوم، أنا عارف مش هعملها، ده كلام. إنما ده بيحب رجوع الخاطئ ويصبر عليه، دي حقيقة. إله رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة. طب وما يعني الإنسان يبقى تعبان وتحت الخطية، محبة ربنا يبقى شكلها إيه؟ يقول كده هو بعدها في رومية، حيث كثرة الخطية ازدادت النعمة جدا. إيه ده؟ إزاي كده ازدادت النعمة؟ عشان ترفع الإنسان. يبقى ده إله بيبص للإنسان علشان يدينه ولا عشان يرفعه؟ دي حقيقة. حيث كثرة الخطية ازدادت النعمة جدا. في كورنثوس الثانية بيقولوا تعبير جميل قوي على ربنا، حبه قوي، صح الأولاني خالص بولس الرسول
بيقول كده هو: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. أبو الرأفة وإله كل تعزية، أو إله التعزية كلها. هو ده شخص ربنا الذي يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. بس إيه هي التعزية؟ بس هو يقول لك كده: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا. إيه أيضا، شفتوا الآية ربطت ما بين الألم وبين الإيه؟ تعزية. كما تكثر آلام المسيح تكثر الإيه؟ تعزية. تكثر الخطية يحصل إيه؟ تزداد النعمة. فيش حد زي ربنا، فيش حد كده خالص. مشكلتنا إن إحنا عمرنا ما شفنا حد من البشر حتى يعني صفاته تبقى قريبة من صفات ربنا. فيش حد زيه، ولكن الشيطان بيشيل الصورة ديت ويحاول يشوه الصورة ديت من عندنا عشان يبقى الإنسان خايف وبعيد. يقول كده داود: إذا سرت في وادي ظل الموت، فاكرنا في مزمور الراعي، إذا سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما إيه؟ يعزيانني. عصاك وإيه؟ عكازك. هو العصاية بيعملوا بيها، بيعزوا بيها؟ العصاية بيعملوا بيها ايه؟ العصا لمن عصا. طبعا الراعي مش بيمسك العصاية ويقعد يديهم لغاية ما يجيب اجلهم يعني، انما العصا والعكاز بيستخدموا للارشاد، ويمكن ضربة خفيفة كده هوت يعني every now and then. قال لك: عصاك وعكازك دول هما يعزيانني، ده هما اللي واخدين بالهم مني، ده لولا عصاك وعكازك ديت انا كنت ضعت من زمان. هما دول سر تعزيتي، هما دول سر ده اهتمامك انت بيا. احنا بقى مش عايزين العصا والعكاز، مش عايزين الالم، لا بنهرب من الموضوع ده. طب ما بنهرب من التعزيه، عصاك وعكازك هما ايه؟ يعزيانني. هو ده سر التعزيه. معناها برضو ان الهنا مش ضعيف. عارفين لو الهنا ضعيف زي الاب والام الضعفة اللي هما بيحبوا الحب الخاطئ، ايه الحب الخاطئ؟ يشوفوا ابنهم بيعمل الغلط وايه؟ ويسيبوه. هو ده حب؟ مش ممكن، مش ممكن يكون حب ابدا. لازم احبائي نفكر بعضنا البعض في البيت وفي المجموعات اللي بنجتمع فيها بصفات الله ومرحمه دايما نتكلم عليها. لازم، هي دي اللي تدي الإنسان تعزية ورجاء. هو الرجاء ده اللي يخلي الإنسان يكمل، ويخلي الإنسان يفتح اللي جواه، ويخلي الإنسان يبقى عارف أن ربنا عايز يشيله وعايز يشفيه. قليل قوي من نتكلم على الموضوع ده، نتكلم على السياسة، بنتكلم على الاقتصاد، بنتكلم على الناس، ويوم ما حد بيتكلم على ربنا ما بيقولش كلمة كويسة بصراحة كده. ده ربنا عمل فيه وما عملش فيه، أنا ما أعرفش ليه ربنا بيعمل فيه كده، ما أعرفش أنا حكمة ربنا إيه في الموضوع ده. إنما مين بيقول يعني: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. شوف جمال ربنا ورحمة ربنا وحب ربنا، شوف توقيته. ده الهدف برضو من التسبيح، التسبيح والترنيم يعلمنا التعزية ويملانا بالتعزية، لأنه كله بيتكلم عن صفات الله ومراحم الله. محتاجين نشوف ربنا على حقيقته. أكتر وقت الإنسان يشوف ربنا على حقيقته جوه التسبيح. أنا قلت لكم الموضوع دوت مرارا كثيرة. يوم ما الواحد بس يعني الواحد يبقى تعبان، all what he needs يروح يحضر التسبيحة ساعة، ساعة ونص، يبقى كأنك واحد كده شلت كل شلت المخ ده وحطيت مخ تاني وحطيت قلب تاني، ويرفع الواحد لفوق يتأمل في مراحم الله وحب الله. النقطة الثانية: أن الواحد يرى نفسه على حقيقتها. الواحد يرى، أن أرى نفسي على حقيقتها، تكلمنا فيها المرة اللي فاتت لما قال بولس: ليس في إيه؟ شيء صالح.
مش انا بس، ده الجميع. اذا الجميع ايه اخطاوا واعوزهم مجد الله. نقول حاجه جميله قوي في التسبيحه بتاعت كهك، الخطيه من طبعي لكن انت طبعك الايه الغفران. جميله ليها معنى عميق جدا، الخطيه من طبعي ده علامه مسجله، ولكن برضو انت العلامه المسجله بتاعتك هي الغفران، هي الرحمه، هي التعزيه، هي الرأفه. وبالرغم الانسان معرفته بعجزه وضعفه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، انما بيحاول بكل قوته ان هو يغطي ويداري ويظهر بمظهر ان انا كويس، انا مش محتاج حاجه، انا حلو، كل حاجه كويسه، يغطي ويداري. جايز الواحد ما يداريش احتياجاته، العيان بيقول انا عيان، بس حد تعبان في نفسه وفي روحه، في الروح جوه كده، ويقول انا تعبان، صعب قوي، ما تعودناش عليها. انما تعودنا نحط ورق التين ونغطي عشان المنظر بس يبقى كويس، انما مش علاج للداخل. عايز اقول لكم ان اغلب وقتنا في حياتنا ضايع في التغطيه، ازاي الواحد يظهر بمظهر كويس ويبقى شكله حلو، ازاي الناس يقولوا عليا ان دوت احسن كاهن وده احسن انسان. وقتنا كتير قوي بيضيع في الموضوع دوت، في حين ان هو قال بوضوح ان ايه، ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. نقعد نخبي دلوقتي وعارفين في يوم لابد ان جميعنا نظهر امام كرسي المسيح وكل واحد اعماله تبقى واضحه مكتوب عليه، بس يقول لك انا غطيها دلوقتي. كلنا زي بعض، كلنا تحت الضعف، ونعمه ربنا تسندنا جميعا، وما نعمة ربنا تسندنا يظهر عظمته ويظهر مجده في تعامله معانا، يظهر حبه ورحمته. الواحد لما بيشوف نفسه بالشكل دوت وتبقى خطيته زي ما بيقول كده داود أمامي في كل حين، مش معناها الإنسان يبقى حزين، لا بالعكس، إنما ده حزن يؤدي إلى التعزية. عارفين زي دموع التوبة، دموع حقيقية وزعل، بس زعل آخره الإيه؟ آخره الفرح. هي ده طريق ربنا. يقولك الروح القدس، روح الحق المعزي. أنا عايز أقول لكم لو واحد فيكم دلوقتي وقف كده قال لي بص يا أبونا أنا هقول لك كلمة الحق، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وكل الكلام اللي يقوله صحيح، هنبسط ولا أزعل منه؟ أزعل منه جدا، مش هكلمه تاني عشان تبقوا فاهمين، عشان ما حدش فيكم يعمل الموضوع ده. الحق زعل، إنما يقول روح الحق اللي زعل ولا اللي يعزي؟ روح الحق المعزي، لأن روح ربنا مش زينا. لو واحد وقف هيدني، إنما ربنا هيبقى عايز يشفيني مش عايز يدني. روح الحق المعزي. اما بنشوف خطيه واحد زي داود، داود النبي، بتدينا رجاء قد ايه وبتدينا امل قد ايه. نشوف داود اللي بيحب، ده مفيش حد كان بيحب ربنا زي داود، اللي كان بيقول اما انا فصلاه. ازاي الانسان ويعمل خطيه مهببه كده يعني؟ ازاي تعطيني رجاء في حب ربنا وفي رحمه ربنا؟ وازاي ربنا فضل يحبه؟ صحيح ادبه علشان يشفيه، ولكن بكل حب وبكل رحمة وبكل رأفة. ياريت أشوف محبة ربنا فوق الخطية وفوق الضعف. بطرس أما أنكر بعد ما خلص، وبعد ما المسيح ظهر له بعد القيامة، كان المفروض بطرس اللي يسأل المسيح يقول له أتحبني؟ أنت لسه بتحبني؟ وكان المفروض المسيح يجاوب يقول له لأ، وبعدين يسأل تاني يقول له متأكد انك مش بتحبني؟ وبعدين يقول له لأ، وبعدين يسأل تاني انت برضو مش بتحبني؟ ويقول له لأ زي ما انكره كم مرة. انما اللي حصل العكس، ده المسيح هو اللي رايح له بيقول له أتحبني؟ الدنيا اتشقلبت. أتحبني ثلاث مرات. غير الحب البشري خالص اللي هو ضعيف ومحدود ومشروط
ومتغير كل يوم، الناس بحال وكل يوم بوضع شكل. إنما حب ربنا حب خالص ونقي وبدون مقابل، ومن غير مش فرق أعمال الإنسان حسنة أو شريرة. ليه؟ لأن لو ربنا كره بطرس عشان أنكره، طب ربنا ما كانش باصص لبطرس اللي بينكر، لا ده كان باصص لبطرس الرسول، وكان باصص لبطرس يوم الخمسين، وكان باصص لبطرس اللي معاه المفاتيح، باصص لكل الحاجات دي. ساعات الشيطان يضحك عليه يقول له انت ابعد عني يا شيطان، ولكن في الآخر على بطرس ده مين. الحب دوت بتاع ربنا بالرغم من طبع الإنسان وخطية الإنسان، هي دي القوة المحررة اللي يشفي الإنسان، هذا الحب وهذا الرجاء إن ربنا بيحبني أيا كان. مش معنى كده إن مفيش بقى تعب ومفيش عصا، لا ده في عصا وفي عكاز، بس عشان يعزوني وعشان يرجعوني وعلشان يرشدوني وعلشان يتوبوني. ممكن الظروف والمشاكل والأمراض لا تشعر الإنسان بمحبة الله. يا ريت اللي بيحصل له الموضوع ده كل ما يشوف نفسه عيان يزعل من ربنا يتخطى المشاعر والإحباط، ويقول كده بإيمان إن يسوع بيحبني، وفي وسط مرضي هو بيحبني وبيحبني أكتر. والعلامة هو الصليب، العلامة هو الصليب، وكل اللي تعبان بس يبص على الصليب كده يعني ينبسط ويفرح، يقول كده هو محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. لازم تكون دي قدام، محبة أبدية تكون قدام الإنسان. وما يجي تعبان رمية 8:28 اللي احنا عارفينها كلها، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. بس يعني إيد ربنا تقيل علي، يقول كده هوت ماذا نقول إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ اللي ادانا الصليب وادانا المحبة دي كلها هيستخسر فينا حاجة؟ ولكن عصاك وعكازك هما يعزيانني. يبقى ما يحزنون، طوبى الذين يحزنون لأنهم إيه؟ يتعزون. حزن أو مواجهة النفس هو دوا الطريق التعزية، أشوف التعزية جاية وأنا في الحزن وأنا في المشكلة. النقطة الثالثة والأخيرة هي أن الواحد يرى قدرة الله على تغييره، قدرة الله على تغييري، الله قادر أن هو إيه يغيرني. أيوة أنا محتاج أتغير، لكن في مليون حاجة في حياتي صعبة وبتضغط عليا ومش قادر أستحمل أي حاجة. يعني في واحد كده ساعات احنا برضو بدنا ناخدش بالنا، تلاقي واحد عنده مشكلة يقول لك انا عندي المشكلة والكريدت كارد والحاجات دي كلها، اول حاجة يقولها الواحد ايه، مش قلت لك تخلص موضوع الكريدت كارد دي؟ في حد بيحب كلمة انا مش قلت لك؟ حد بيحبها؟ انا اكتر واحد مش بحبها. يعني حدش بيحب الكلمة مش قلت لك؟ ربنا قالها كم مرة في الانجيل لما رجع الابن الضال قالها له، صح غلط؟ ما قالوش انا مش انا قلت لك؟ ما قالوش الموضوع ده. انما ساعات الواحد يبقى مش قادر يستحمل حاجه زياده، ممكن الواحد برضه ما يفتكر في موضوع التغيير يقول لك طب ما انا حاولت لسنين، حصل ايه يعني؟ حاولت مليون مره قبل كده حصلش حاجه، انا هفضل كده وعمري ما هتغير. لا مش ممكن، ربنا عايزنا نتغير، وربنا هيفضل ورانا عشان نتغير، لأن هو عايزنا نتعزى في الآخر. جايز يجيبه عن طريق الحزن، ولكن لازم ربنا يبقى وراء أولاده. في أب وأم مش عايزين أولادهم يبقوا الأحسن؟ في أب وأم مش عايزين يساعدوا أولادهم علشان يبقوا أحسن ناس ويتغيروا؟ هكذا ربنا. إنما كل ما الإنسان كلمة التغيير دي تقلقه وتتعبه، معناه أن أنا حاطط الحمل عليا، لازم أنا أتغير ولازم انا اعمل. وكل ما واحد عايز يتغير اللي يفكر في ايه، طب المفروض ما اعملش وما اعملش ومفروض اعمل واعمل، في حين ان ربنا بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه اذهانكم. عمر ما التغيير بيجي من بره، لا ده بيجي من جوه الاول، الذهن ده بس يتغير
وبعد كده التغيير يجي بعد كده. اول ما تسمع تغير، لا ما اقدرش وازاي وفين، لا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، وربنا قادر ان هو يغير هذا الداخل. يا احبائي لو الانسان قادر على تغيير نفسه كانت كل الناس اتغيرت وما كانش المسيح جه. يجي ليه؟ انت تعرف، ادام انت تعرف تبقى انسان كويس يبقى خلاص شد حيلك بس وخليك جدع كده وخليك انسان كويس. قال لك الجميع زاغوا اعوزوا مجد. الانسان ما يقدرش يخلص نفسه بدون الله، والله برضو ما لا يمكن ان يخلص الانسان بدون ما يبقى الانسان عايز وبدون ما الانسان يبقى مجتهد. ده الفرق ما بين العهد القديم احبائي وما بين العهد الجديد. العهد القديم ربنا اعطاهم الناموس، اعمل كذا وما تعملش كذا، كله كسر الناموس. جي اعطانا العهد الجديد، هو عهد النعمه. قالك طب انا هدي لك نعمه تغيرك وترفعك، اللي بيقول ازدادت النعمه جدا، نعمه وقوه جباره تغلب الانسان وتغلب مشاعره وتغلب قوته وتغلب الخطيه اللي فيه وتغلب كل شيء. قوه ونعمة جبارة قادرة على هذا الموضوع، مش بس على التغيير، ده على عمل معجزات. أما قعد مع السامرية المسيح قال لها إيه؟ آه لو كنت تعلمين عطية الله. طب هي خدت عطية الله يوميها ولا لأ؟ خدت وتابت. آه بس مش ما تابتش بس، دي بقت مبشرة في نفس اليوم، بقت مبشرة. دي نعمة. عايز أقول إيه بقى؟ أبونا تدرس يعقوب كان دايما يقول الكلمة دي، يقول ربنا مش بيشفينا، مش بيشفيني عشان أكون إنسان مريض أخف، لا ربنا بيشفيني عشان أبقى دكتور، عشان أشفي الآخرين وأبقى سبب في شفاء الآخرين. حتى بتعجبني أو سفر أشعية، هي حاجة رمزية يعني كده ما تاخدوش عليها قوي، بس هي حاجة رمزية. سفر أشعية كم إصحاح؟ حفظكم حاجة ده 66 إصحاح، 39 وايه؟ حد شاطر الحساب، 39 و27. العهد القديم فيه كم كتاب؟ 39، والعهد الجديد 27. خدت بالكم الحته دي؟ يبقى ايه السفر اشعياء كله على بعضه 66 ومتقسم تقريبا 39 و27. اقرا اول 39 اصحاح يجي لك اكتئاب. ليه؟ أنا مش بقول الإنجيل بيجي الكتاب ولا حاجة، محدش ياخد الموضوع ده علي، إنما الخطية والدينونة وعقابك والكلام ده كله. طب ابتدي من أول إصحاح 40 ومشي لغاية 66، شوف الكلام بيقول إيه. بصوا أول إصحاح 40 ده اللي يبين لكم العهد القديم والعهد الجديد. هو إشعياء عامل كده بالظبط، كأنه عهد قديم وعهد جديد. أول إصحاح 40 يقول الكلام ده، خلاص ال 39 عدوا نبتدي في ال 40. يقول عزوا شعبي يقول إلهكم. ويقول كده أي واحد تعبان يمسك بس إشعياء 40 كده هو يقراه. وفي آخر الإصحاح يقول إيه؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا. يعني قوة الإنسان زائلتها، غلمان يعني ناس في منتهى الصحة، يتعبون يعيون ويتعبون، والفتيان اللي بصحتهم يتعثرون تعثرا. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ده تعريف عهد النعمة، ده تعريف نعمة ربنا اللي ترفع الإنسان فوق كل ما يتصوره. الحاجة اللي يفتكر أنه عمره في حياته ما يقدر يوصل لها يلاقي بمنتهى السهولة بيوصل لها. ليه؟ في حاجة بيقول لك أجنحة النسور بترفعه كده رفع. قوة الله على التغيير وقوة الله على الشفاء. النهاردة الإنجيل بتاع النهاردة بتاع شفاء المفلوج لما تقروه في لوقا يقول لك كده، وقت المسيح كان يكلمهم بالكلمة وكانت قوة الله لشفائهم. ربنا عايز يشفي وربنا عايز يغير وعايز يدي الإنسان نعمة، ولكن
ساعات كتير الإنسان مش بيبقى شايف الموضوع ده، شايف إن ربنا بطريقة غلط، شايف نفسه برضو بطريقة غلط، وفاكر إن هو يقدر، ومش متخيل إن ربنا يقدر يغيره أو ربنا يقدر يشفيه. أجمل من أجمل الصلوات في الكنيسة بتاعتنا أوشية المرضى، جميلة قوي قوي. وعلى فكرة هي مش للمرضى بس، هي لكل إنسان تعبان وكل إنسان متضايق، وفيها أمراضنا النفسية والجسدية والروحية، عشان تعرفوا إن الكنيسة بتاعتنا يعني متقدمة. قبل ما يخترعوا الأمراض النفسية بتقول أنت طبيب أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. أنا حطتها لكم كده، هو كلام جميل قوي، كلها بتقول إزاي ربنا يدي قوة ونعمة لكل متعب. يقدرش الإنسان يشفي نفسه، يقدرش الإنسان يغير نفسه. يقول كده: كل سقم وروح الأمراض الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وإيه؟ وعزيهم. والمعذبون الأرواح النجسة المقبوض عليهم في عبودية مرة، كل واحد مقبوض عليه في عبودية مرة مستعبد من الخطية، اعتقهم جميعهم وإيه؟ وارحمهم. أنت اللي هتعتقهم وأنت اللي هترحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء. مين يبقى تعبان ويقرأ الحتة دي وما يتعزاش؟ رجاء من ليس له رجاء، يعني اللي ضايع خلص مش لاقي حاجة كويسة يشوفها، يشوف رجاءه في الله اللي قادر واللي عايز يشفي. رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب. صغير القلوب يعني الإنسان اللي كده نفسه تعبانة. ميناء الذين في العاصف، عارف اللي في العاصف ده عايز بيدور على ايه؟ على الميناء، يلاقي الميناء كده. ميناء الذين في العاصف، كل الأنفس الايه؟ المتضايقة، أحد متضايق والمقبوض عليها، كل الحاجات اللي بنتكلم عليها. أعطيها رب ايه؟ رحمة، أعطيها راحة، أعطيها برود، أعطيها نعمة، أعطيها معونة، أعطيها خلاصا، أعطيها غفران خطايا وأثمها. ونحن أيضا أمراض نفوسنا، شايف الجمال بتاع الكنيسة؟ أمراض نفوسنا شفيها والتي لأجسادنا عافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. أيوة، الإنسان يحاول بكل قوته أنه هو يتغير، ومحاولته ديت هي اللي هتخلي نعمة ربنا تجيله، ولكن كل محاولات الإنسان محدودة، ما يقدرش لوحده، ضرورية ولكن ما تقدرش تغير الإنسان إما كانش تيجي النعمة اللي تدي أجنحة النسور ديت. لازم أبتدي بهذا الدور، ولازم أتكل على النعمة اللي هتيجي تكمل الجهاد بتاعي والضعف بتاعي. يبقى الإنسان بكل يقين ورجاء يتكل على نعمة الله، هو قادر وهو يريد أن هو يغيرني، هو إله رؤوف ورحيم ومحب. ريتنا نشوف ربنا بهذه الصورة ونشجع بعض نحن نشوف الصورة ديت. آخر حاجة هقولها الآية الجميلة: الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر. هو اللي يقوم بالعمل كله. ربنا يدينا كلنا نعمة، وبهذه النعمة وبهذا الرجاء نتغير كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.